عادل سالم مش هيسلموه. بس انت متاكد يا مصطفى ان علاء وجمال مش هما اللي في السجن؟ طب انا غلطان يا عم يا عم. بس انا غلطان. هل انت متاكد من المعلومه دي؟ كل واحد. طب ازاي اتاكدت ان هما مش هما اللي في السجن؟ في بعض المعلومات الناس بتبقى موجوده من داخل السجن بتقولها. ايه هي بقى معلومات بتتلف؟ ايه يعني زي ايه؟ والله العظيم والله العظيم زي ايه؟ والله العظيم كل الكلام ده. ايه مصدرك يا ابني؟ قول واخلص. مصدرك مش مصدر. امال عرفت ازاي؟ ثقه ثقه للناس دي هتعمل كده يعني ازاي؟ ثقه من ثقه للبلد بتقول لها بس يا ابراهيم. لا اصل دي المفروض تكون جايه معلومه اكيده وجايه المصدر معين. مفيش مصدر ولا ما تجيبش عليا. بتصور يا عم. قول يا ابني اهو. قول لي الحقيقه. اي مصدر موثوق منه اللي انت جبت منه الكلام ده؟ البلد بتولع. امال هتولع ازاي البلد؟ انا رايي انك تيجي دلوقتي. البلد بتولع. ما انا قاعدين اهو. مش بولع ولا في دخان ولا في حاجه. 70 يا جماعه. انت مش ملاحظ كل مرحله بتاعت الانتخابات؟ ايوه ايوه عايزينها مقصوده. مقصوده ليه؟ مقصوده ليه؟ مش عايزين. ودي ودي كاتب الشطب بتاعته. دليل على ان هم في السجن. لانه لو مش في السجن ما كانوش عملوا كده. انت فاضل لك تكه واحده. هم ليهم يد فيه. هم بيشغلوك على فكره. هم ليهم يد فيه. عارف ليه؟ قال لي طب ما هو مصطفى محمود محمد محمود مش هم لوحدهم. ها محمد محمود ده ولع واحنا في السجن يبقى اكيد مش هم. مش هم مش هم لوحدهم. بتوع اعضاء مجلس الشعب المنحل. المنحل قد نفسه في دايه. والله العظيم. قول يا ابني قول. طب وانت يا مدام ايمان مصدرك ايه اللي يقول الكلام ده؟ محمد محمود ده هو ولع. كدابين من ناحيه. انت هتغني قول كدابين ليه؟ كدابين. هم بيمولوا العيال الشرعيه. دول ولاد. هم مين اللي بيمولهم بقى؟ اللي في السجن. هم مين اللي في السجن؟ زي حسني وجمال وعلاء والعدلي اللي كان عامل لي اوضه في السجن. مين مين مين؟ العدلي. عمل لك ايه؟ عمل لك ايه؟ الحته دي تاني عشان تطلع حلوه في الصوره. والنبي عشان تطلع حلوه. عامل لك اوضه نوم؟ عامل لي انا؟ امال ايه؟ هبل ده مش هبل يالا. ايوه تعالى خش دورهم. او كان النيابه دخل. بيجي هو على المهم. قول الحقيقه لان كار مش هينفعك. وين الحقيقة؟ بريح على رأي زينة. اللي بينك وبين العدلي. الله يعذب. قول يا مدام قول ما تغلبناش. لو يعني المنظر بتاع امبارح ده هو اللي أكد ان هم فعلا. ايوه العدلي. اه والله بتكلم جد. العدلي يبقى من غير كلبشات ومن غير حراسة يؤكد ان في تواطؤ من وزاره الداخليه لغايه دلوقتي. حتى لما اللواء محمد ابراهيم مسكها ان في لواءات لغايه دلوقتي بيعملوا حساب للحبيب العدلي وبيسمينه الباشا عندهم. الباشا والله انت اللي باشا. جزمه والله العظيم. ثلاثه دي معامله خاصه. مصطفى حاجه زينه. حاجه زينه في تعليق على الكلام اللي قاله مصطفى. باشا ايه؟ باشا يا ربنا ياخده. في على مصطفى ولا الثاني؟ هل في عندك مصدر يقول ان الصدام مصطفى؟ انا على فكره حسن انا مش عايز اطلعك عشان انت اصلا مش هتستحمل الالم. انا خليتك في الاخر يعني. شعبان انت فين؟ تعالى. بس هي كده كملت. تعالى تعالى انت يا حاجه. تعالى اللي بتمشي لي بدري. تعالى اللي بتمشي. تعالى بس انت طالعه كل هنا. كله هيروح لطنطاوي وهيخرب بيتكم كلكم. اليوتيوب اهو. خش يا امل. اي حاجه تتقلم. طب يا امل ايه مصدرك ان اللي بيقول ان هو ده اللي موجود في البلد؟ هو يا حماده. هو يا حماده. يا عم لما تعرف السؤال اصلا ابقى جاوب. نعم صحيح. ايه من هو اللي موجود؟ انا عايز اعرف فين السؤال. والله انا بسال اي حاجه يا جدعان. انتوا بتسالوا سؤال هي تعرف احنا بنتكلم في ايه؟ طب نجيب من الاخر. الاستاذ مصطفى بيقول ان الاستاذ حبيب العدلي والاستاذ حسني مبارك والاستاذ علاء والاستاذ جمال مش هم اللي في السجن. عندهم مسكنهم محطوطين. هل في امبارح كانوا جايين وجايبينهم من السجن؟ يعني هم الموجودين فعلا في السجن ولا عندك مسكات؟ لا مسكات ايه؟ هم مش موجودين قاعدين بره في البيوت. ايوه قاعدين فين يا حاجه؟ قاعدين فين؟ في بيوتهم. في بيوتهم ولا اللهم صل على النبي. دي الحكايه زادت. في مصدر بيقول ان طياره الرئاسه خرجت من المطار راحت مشوار ورجعت.
خطفت رجال حد امريكا اللي هو ده. هل عندك دليل بكده؟ اثبات اثبات. هل الكلام ده صحيح؟ هل الكلام ده صحيح او ما تعرفش؟ ما اعرفش. هناك بقى تعرفي. هناك بقى تعرفي. كله هناك هيعرف. واللي ما يعرفش هيعرف. واللي ما بيتكلمش هيتكلم. واللي ما بيدربش. واللي ما يدربش هيدرب. انا بسأل لكن ما جاوبتش على حاجة. انا بس انا معجب بيك يا حاج امل بجد. انت على طول وقعتي. احنا بقى لنا ساعة من قرر الواد. انت حاجة خالص. بقول ممكن. جايز اما انت قلت على طول. والله العظيم الواحد بيدور على طلب هجره عشان يسيب البلد. هجره صور شويه بقى. صور يا حبيبي. قول يا استاذ عبد الغني. قول انا بقول الله يا ما يحصل. ايوه ثواني يا عم اصبر بقى. انا اقول كل واحد قبض يا جماعه يشيل جزء من الارض بتاعه لاولاده علشان احنا ان شاء الله كده مجمعين عند طنطاوي. مش عايزين نحزن يا جماعه عايزين نبقى صحبه بس الحريم لوحديهم طبعا. طب ما تجيبوا الحريم معانا. طيب عشان الحريم والرجاله مع بعض يعني مش هيبقى سجن مش هيبقى معتقل بيبقى الناس كلها تروح هناك. يعني انا من رايي ان شاء الله ايه واحنا بتوع الاوتوبيس بس العيسى عليا جدا العيسى عليا جدا حسام يقولوا لي ليه عشان لسه عامل حجامه هيتعب جدا يعني بصراحه هيبقى جاهز. قال يعني هو عامل حجامه لوحده حسام. ماشي يا سيدي قول راح فين يا حاج؟ عموما اطلعي ودعيهم قبل ما تمشي. ايوه ودع اهلك كلمني. خلاص يا عم ابراهيم كفايه كده. صور يا حاجه زينب. حاجه زينب مش تصوري قبل ما تمشي. باي باي. صور من العفاف. اهلا انت جيتي فين حاجه عفاف؟ ازيك يا حاجه؟ والله العظيم هتوحشينا كلكم. مش عارف فين قلبك فين يعني.